مشاركة المرأة تحدي معي على الهاتف مباشرة الكاتبة الصحفية وأستاذة تاريخ المرأة في جامعة الملك سعود الدكتورة هاتون الفاسي، أهلا وسهلا بك. ما رأيك في قرار منع المرأة من المشاركة من انتخابات المجالس البلدية للمرة الثانية، وهل ترين أن حجة المنع مقنعة؟ أهلا وسهلا أستاذ علي والمشاهدات والمشاهدين. لا طبعا لا أجد أن السبب الذي قدمته الهيئة العليا مقنعا بأي حال من الأحوال، وكان وأرى أنه في الواقع مخجل هذا الوصف الذي يمكن أن ينطبق عليه، لا سيما أنه لدينا يعني هذا نفس الرد الذي سمعناه سنة 2004 لما قرروا منع الانتخابات مشاركة المرأة في الانتخابات، ونفس الحجة استخدمت لعدم الجهوزية. طيب قبلنا الأمر الواقع، وبعد ذلك ذكر أن بعد ذلك عندنا 4 سنوات مضت على المجالس البلدية. طبعا هي من البداية كما تكونت يعني أخذت يمكن سنة بعد ما صارت تعيين، فهذا كله وقت محسوب علينا. بعد كده 2 سنوات تمديد، ويبدو أنه الهيئة العليا ما كان عندها خبر أنه في 9 مليون امرأة في السعودية وأنه لهم حقوق عليهم، ودوبها اللي تذكرت. وبالتالي الآن التي تطلع لنا هذا الرد المخجل. نعم دكتورة هاتون، قلت لوكالة فرانس بريس أنه في حال تم منع المرأة من المشاركة في الانتخابات سنبدأ بتشكيل مجالس بلدية ظلية من النساء ونقوم بالعمل الرقابي. نعم. ماذا تقصدين بهذا الكلام؟ يعني نقوم بتجهيز لجان نسائية موازية للمجالس البلدية القائمة الرجالية، ونعمل إذا تمكننا أو تحقق لنا عدد كبير من النساء ممكن نعمل انتخابات بيننا وبين بعضنا البعض، ونكون على هذا الأساس لجان في مناطق المملكة المختلفة اللي تتكون فيها أعداد أيضا كافية من النساء، واللي تقوم بنفس العمل اللي بيقوم به الرجال. يعني إيش يبغى لها مسألة المجالس البلدية؟ يعني هذه ما هي مسألة اختراع يعني يبغى لها، هي مجرد مراقبة لأداء الجهات الحكومية وأدائهم في الأحياء وفي أدائهم في عملهم البلدي. فيعني كما ذكرت يعني هذه ما هي مسألة معضلة لا تستطيع النساء القيام بها، ممكن تقوم بها وهي في بيتها حتى، لكن طبعا مش في بيتها مرة، بس أنا أقصد إنها مسألة بإمكان النساء القيام بها حتى لو منعنا. نعم الدكتورة هاتون الفاسي، شكرا لك على المشاركة، أستاذة التاريخ وتاريخ المرأة في جامعة الملك سعود، شكرا لك على المشاركة في هذا الموضوع. يعني أعود لك دكتور إيهاب، يعني نظمت السعودية أول انتخابات بلدية في عام 2005، وفي 2009 مددت الحكومة ولاية المجالس البلدية لسنتين إضافيتين. سؤال، كيف ترى أداء هذه المجالس بعد 6 سنوات من عملها؟ والله أنا أعتقد أنه ما لها أداء مذكور، وصفحات الإنترنت تثبت ذلك. ما مرت به المنطقة بأحداث، أنا أقصد أحداث اللي هو أحداث كارثة جدة الأولى، الثانية، الثالثة، الأمطار، بحيرة الفسق سابقا، حريق المردم، يعني احنا نسميها الفسق لأنه المسك ذكر في القرآن، الفسق برضو ظهر ذكر، بس لا احنا خلينا المسك، يعني اسمها المسك. اوكي، من بحيرة المسك التي سبب، يعني فيك انت مثلا تحط الرزق، فيك تحط الفسق فيك، بس خلينا يعني يتم اصطلاح على اسم معكوس الرائحة الجميلة، يعني حتى ايش يكون يشبه حالة التناقضات. ما في مشكلة، ما في مشكلة، نتفق على بحيرة المسك. أنا أعتقد أنه جدة كان فيها من المسببات اللي تخلي أعضاء المجلس البلدي الغير شرعيين في جدة كان ممكن يظهروا كنجوم ويظهروا كأبطال حتى وإن كان ما لديهم صلاحيات. وأنا سبق قلت في مقابلة السابقة إذا تفتكر يا علي، يعني من يريد أن يعمل ممكن يستخدم صلاحياته كمواطن. يعني أنا انقطاعات الكهرباء المتكررة في جدة، المياه، يعني جنوب جدة كان وإلى القريب الطفح
مياه الصرف الصحي وغيرها وغيرها من الكوارث. أخواننا في حي قويزة ما زالوا إلى الآن يعانوا من بحيرة من العام، في مخطط معتمد خزاناتهم حقت المياه تختلط بمياه الصرف الصحي طبعا، وغيرها من الكوارث. يعني احنا في مدينة المفترض انها تكون جميلة نبعد عن الأوبئة، اعتمدت لجدة من المقام السامي على حد علمنا وحسب ما نشر في الجرائد ما يفوق عن 1.4 مليار ريال لحمى الضنك، لم نرى منها شيء على وجه الطبيعة. لكن ما اعتقد ان المجلس البلدي في هذه الامور يعني سوى شيء الغير شرعي، واكرر الغير شرعي. نعم. طيب دكتور سعود، يعني المجالس البلدية طبعا يتم اختيار نصف اعضائها من جانب الدولة والنصف الباقي للناخبين، فما هي ايجابيات وسلبيات هذه الشروط على العملية الانتخابية؟ والله هي في يمكن في المرحلة الأولى في مراحلها الأولى ربما كان هناك يعني قبول لعملية أنه يكون نص العدد يتم اختياره من قبل يتم تعيينهم والنصف الآخر يتم انتخابهم، هذه كان لها إيجابياتها في وقتها، ولكن على أساس أنه ما يستمر الموضوع باستمرار بهذا الشكل، على أساس أنه في يوم من الأيام نجد أنه المواطن هو الذي يقوم بانتخاب المجلس البلدي بكامله. لكن حتى الآن لازلنا ندور في نفس الحلقة، ولا يبدو أن هناك رغبة في الخروج من هذه الحلقة، حلقة التعيين. وإن جيت لأمر الواقع يعني عملية التمديد هي كمان عملية ما يشبه التعيين لنفس الأشخاص. يعني عملية التمديد ما كنا نتمنى أنها تتم لكن حصلت، فبالتالي إحنا بنحلم ونتمنى أنه يجي اليوم اللي يتم اختيار جميع أعضاء المجلس البلدي، زي ما نقول بالنسبة لأعضاء مجلس الشورى برضو بنتمنى نفس الشيء بالنسبة لأعضاء المجلس البلدي أنه يتم انتخابهم من قبل المواطنين. ما نبغى نحس بالخوف. أنا في نقطة مهمة عندي هنا، إنه دائما إحنا بنستخدم الغول اللي أنت أشرت له في بداية الحلقة، اللي بيخوف الناس بي وبيخاف الناس بي وبيتردد عن كثير من الناس، وسمعته عن كثير من الأصدقاء إنه والله لو تمت انتخابات حيكسبوها الفئة الفلانية، حيسيطر عليها القبائل الفلانية. يا أخي ما هو مشكلة أبدا، إحنا لابد أنه نبدأ ولابد نشيل الخوف هذا، لأنه إذا كان في هناك مؤسسات منظمة، مؤسسات تعمل بشكل جيد، أعتقد لن يكون هناك أي خوف مهما، وأنه هذه الغول اللي إحنا بنحاول أنه إحنا نخترعه ما حيكون له وجود. دكتور إيهاب، الانتخابات المقبلة ستنطلق دون مشاركة منظمات دولية للمراقبة، ويستتم الاكتفاء بالمنظمات المحلية، هل تعتقد أن المشكلة تكمن في الرقابة أم في التنظيم أم في نزاهة النتائج؟ حقيقة أنا تكمن في أنه أنا أعتقد أنه ما في رغبة جادة للانتخابات، يعني الانتخابات السابقة لا ترقى إلى أن تسمى إلى انتخابات، يعني ممكن تقول كرنفال احتفال، واعتقد انه بالصوره في تصويت في تصويت في في حملات في نتائج صارت بعدين صار يعني في حراك يعني، ولكن اذا انت يعني انا اذكر انت لو قارنتها مع برا وقارنت الامور تعتقد انه كرنفال، يعني ما ترتقي الى مستوى انتخابات حتى الجديده والشيء، يعني لا يمكن يعني في لجنه تشرف عليها وتكون الوزاره هي المسؤوله عن لجنه الطعون والتظلمات، فين دور القضاء المستقل؟ وزي ما أشار الدكتور الفاضل الغول اللي دائما يخوف الناس منه، أنا أعتقد أنه هذه العملية زالت الآن، الدول العربية اللي صار فيها تغيير أنا أعتقد الغول ما شكل فيها أي مشاكل، نحن شعوب ولا بد يكون مرجعنا وطنيتنا للوطن، والوطن يسع الجميع ولا بد نشارك في القرار في الجميع. أنا أقول بكل صراحة التغيير قادم قادم، رضي من رضي وأبى من أبى، يعني لابد إحنا نأخذ دروس من الدول المجاورة لنا، لابد إننا نستوعب الشباب، نأخذ فكرهم نشاركهم في كل شيء، لابد الشعب يكون شريك في صنع القرار. أما ما يخص المرأة هذا لي تعليق فيها من أول، يعني آسف إذا كنت أطيل عليك، ولكن المرأة هي نصف المجتمع، وأعتقد في أحوال كثيرة تكون أعلى من نصف المجتمع، لأنه الأبناء والعيال دائما ميالين إلى أمهم، فكارثة أننا نعطل نصف المجتمع أو نعطل المجتمع كامل. المرأة أثرتنا في كثير من الاجتماعات،
اللي دائما هم يعني يتحسسوا منه الاختلاط و و و و أعتقد من تبحث عن الرذيلة فالطرق مفتوحة ولن تكون في مجال العمل. أتمنى لو أنه أخواننا اللي متشددين بالفقه البدوي اللي يعني سووا لنا كثير من الشوشرة والسمعة السيئة للبلد في معرض الكتاب في الرياض. كيف فقه بدوي؟ كيف فقه بدوي؟ فقه بدوي هو يعني أنا على مفهومي، أنا لست عالم دين، لكن اللي هم يوظفوا الدين على كيفية العادات والتقاليد، يعني الدمج بين العادات والتقاليد. لا هو عموما أنا أتمنى بس إحنا في الحلقة لا ننهى عن خلق ونأتي مثله عرفت؟ يعني إحنا لهذه الحقيقة حتى لو إحنا كان دورنا يعني في البرنامج هو الحياد والنقاش، ولكن في نفس الوقت يعني نريد أن تكون مصلحة الوطن هي المظلة. أنا ممكن ندخل في موضوع يعني من هذا النوع يأخرنا عن الهدف الرئيس والأساسي. الله يسعدك، أنا تقريبا يعني هذا اللي أنا كنت أقصده، أن إحنا دائما لابد يكون انتماءنا إلى الوطن. وأعتقد يعني اللي صار، يعني صار إحنا عندنا في جدة في المركز المتطوعين، يعني شفنا نساء يعني وشباب وشابات يعملون مع بعض جنبا إلى جنب بفضل الله تعالى، ما سجلت أي مشاكل. أنا أعتقد أنا حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لما الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لهند بنت عتبة وقال لها الإسلام ينهى عن الزنا، فقالت أول حرة تزني. يعني لا تصورون نحن مجتمع ذكوري، مجتمع ينظر إلى المرأة نظرة جنس. يا أخي أبنائنا المبتعثين برا ما سببوا لنا أي مشاكل، ما شفنا عمليات اغتصاب أو تهجم برا من شاب مبتعث هو كان هنا، يعني يتكلم على شاب مراهق يعني 20 سنة 22 سنة وطالع من عنق الزجاجة من بلد مغلقة كل شيء ممنوع وراح إلى حرية مفتوحة، ما شفنا هذا الشيء. إذن طيب. إحنا شعب مسالم يعني وشعب نقبل الآخر. وقت انتهى. نعم، شكرا لعضو منظمة العفو الدولية وعضو المنظمات العربية لحقوق الإنسان الدكتور إيهاب السليماني، وشكرا الحقيقة لأستاذ الإعلام بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور سعود كاتب، وهو ضيفنا وشريكنا في هذا البرنامج في لقاءات كثيرة، بالإضافة أيضا للدكتور إيهاب، وأيضا شكر الحقيقة للكاتبة الصحفية وأستاذ التاريخ المرأة في جامعة الملك سعود الدكتورة هاتون الفاسي على مشاركتها الهاتفية. تلقاكم رولا بعد قليل.